لا ثم لا دعم لا حد شيء، ولا ثم دولة مسيطرة على حد شيء. عدة دولة مش تغزل لك لأنت بوك ومك شاوروني قبل ما تجي، وشو قالك عرس أصلا من أساس. وانتي كما قالك المصري، اللي عنده قرش يسوى قرش واللي ما عندوش ما يسواش. أنا تقريب شهر على العودة المدرسية، وفما أخبار تقول وإنه الكتب المدرسية بشيتم الترفيع في سعرها. في المقابل فما دولة قالت إنه سيتم توفير قرابة 22 مليون كراس مدعم. الولي شنو رأيه قدام جملة التكاليف هذه ما بين كراس مدعم؟ يقول إيه بشي خفف عليه الحمل، وما بين ارتفاع في سعر الكتب المدرسية اللي تخرج المعادلة كأنه ما عملنا حد شيء، كأنه ما شريناش كراس مدعم. الحسبة هي بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حكاية مدعم خرافة وكذبة يلزم نفيقوا منها. لا ثم لا دعم لا حد شيء، ولا ثم دولة مسيطرة على حد شيء. ثم أخوي العزيز ناس متحكمة في الدواليب، ناس متحكمة في الأسعار قبل الكراس المدعم. أنت ترى ما شاء الله الخضرة والغلة الأسوان ترعب، ترى أنت الكرموس ب10,000 وب14 وب15 بهذاك نعرف أن المدعم شنو يعني خرافة. لا ثم مدعم شيء، الدنيا ماشية للغلاء وماشية للصعوبات في أكثر ما أكثر، وتونس ماشية للأتعس ما أتعس منك. مش بعضنا اليوم خير من غدوة، هذا هو النظام اللي عايشينه، وكل الشعارات كذب. لا ثم لا دعم، لا ثم لا دولة، لا مسيطرة على حتى شيء. ثم نظام رأسمالي فاحش متحكم في العالم اجمع، متحكم في تونس. اللي عنده فلوس يعيش واللي ما عندوش يموت. عندك باش تداوي عندك ما عندكش، نجم يقول لك انت اش تعمل فيها الدنيا جملة واحدة. اليوم الولي اللي يبدا عنده زوز صغار ثلاثة يمكن حتى اكثر، واليوم نحكي حتى على صغير واحد، يلقى روحه مش قادر باش يوفر اللازم، واللازم في اللازم يولي ما عادش خالط عليه، واللي يمكن هذا يكون سبب في انقطاع برشا صغار على الدراسة. عدوا من نهار باش يقول لك انت بوك وامك يجيبوا في قلواش، بوك وامك عدة الدولة مش تغزل لك لانت بوك وامك شاوروني قبل ما تجي، وشو قال لك عرس اصلا من اساس. وانت ولاش معرس انت ولاش جايب الصغار؟ ينجم يقولها لك نهار، يقول لك اخي شاورتني انت، شاورتني باش تجيب صغار. بوك وامك يتحملوا مسؤوليتك وما جابوك. انا دولة ما تحمل حتى مسؤولية، لاش بيني انا الدولة ولدتك وسيبتك؟ مش يقولها لك نهار، هاني قلتها لك انا من تو بالمسبق، مش يجي نهار يقول لك خويا دبر راسك وانت ايش تعمل في البلاد اصلا وانت موجود هنا لواش؟ رانا هذا النظام اللي ماشيين فيه، والبقير كله شعارات جوفيرة. واش بنتي التكاليف ماشي وزيد في كل شيء، مش في الكراس المدعم، في الغلاء المعيشه كل شيء. النقل العمومي يحسب برسك ما ماش موجود، دونك عندك باش تاخذ تاكسي ما كانش يمشي على سقيك ثم مترو ولا شيء. التاكسي جماعي بالبنيه، في السبيطارات ما عادش ثم سبيطارات، ما ثم كان الخواص. يعني بنتي كل شيء ماشي للغلاء، واللي ما عندوش كما قال لك المصري، اللي عنده قرش يسوى قرش واللي ما عندوش ما يسواش.